يوم جيت نهضر على الحق ديالي، الحقوق ديالي. 16 مرة بطل المغرب. اتصل برئيس الجامعة، رئيس الجامعة قال لي الو عبد الله وي، ويقطع عليا. جوج ميداليات في بطولة افريقيا، 6 ميداليات بطولة عربية، 5 في باكو، وجوج ميداليات في انترناسيونال. نحقرني الحق ديالي ما عطاليش، واش كيفاش لا يعقل؟ 3 ديال الدابيات سنة 2024. كنبيع مطيشة اخويا، كنبيع مطيشة بحال هاد رئيس الجامعة طيح من كرامتي انا كبطل. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة شكرا قناة عبير على الاستضافة. اليوم جيت نهضر على الحق ديالي، الحقوق ديالي. 16 مرة بطل المغرب، جوج ميداليات في بطولة افريقيا، 6 ميداليات بطولة عربية، 5 في باكو، وجوج ميداليات في انترناسيونال، وحدة في بلجيكا وحدة في المغرب. اليوم جيت نهضر على الحقوق ديالي. سنة 2024 درت فيها 3 ديال الميداليات الذهبيات، درتها في البطولة الوطنية ديال الشرطة، ودرتها في لابيليزي اللي كتكاليفيك البطولة المغرب، ودرتها في الشامبيونات ماروك. وانا اللي من حقي نكون في بطولة افريقيا. حتى تنتفاجئ كنلقى راسي ما كاينش في بطولة افريقيا. درت اتصال بالمدير التقني، قال لي انا ما عندي ما ندير لك، الجامعة اللي كتقرر. قلت رئيس الجامعة، درت اتصال برئيس الجامعة، رئيس الجامعة قال لي الو عبد الله وي، ويقطع عليا. عاود تعيط ليه قطع عليا، عاود تعيط ليه قطع عليا، ما كيجاوبنيش. بمعنى كاتب، بمعنى مدير تقني سد عليك باب، رئيس الجامعة سد عليك البيبان كاملين. مع من غادي نهضر؟ مي غادي تقطع عليا انت سعادة الرئيس؟ مع من انا غادي نهضر؟ شكون اللي غادي نهضر معاه من الفوق منك؟ انت كرئيس الجامعة وانا كنادي جامعة ملكية مغربية، ما ديالك ما ديالي، كنادي المنتخب الوطني ليكيب ناسيونال. واخا ليكيب ناسيونال ما عندنا لا مال لا سطو، ما خصناش نقولوا ليكيب ناسيونال، خصنا نقولوا لي كنترينيو في سبيل الله، لا صارير لا حتى شي حاجة. ولكن خصك تجاوبني يا سعادة الرئيس، خصك تعطيني وقت. راه معاك بطل 16 مرة، 16 مرة بطل المغرب، وجوج ميداليات في الشامبيونات دافريك. انت براسك كنتي تلاقيتيني وقلتي لي نهار تخص اي حاجة صوني ليا، ولكن نهار صونيت عليك قطعتي عليا، سديتي عليا الباب. وباش انت غادي تسد عليا الباب؟ مع من غادي نهضر من نظيرتك؟ شكون اللي غادي يمشي غادي نهضر معاه؟ مي غادي تقطع عليا انت كرئيس جامعة، ما ديالك ما ديالي، مع من غادي نهضر؟ حشومة، انت راك دكتور بروفيسور وكتنادي واحد الجامعة رياضة الجيدو، جامعة ملكية مغربية كتنادي ليها كرئيس، حرام تقطع عليا التليفون وما تجاوبنيش، وحرام تقصيني من بطولة افريقيا. حشومة عليك، قصيتيني من بطولة افريقيا وانا راني ما مسامحلكش. انا نقولها لك، ها هو العرق ديالي، الله ما نسمح لك على هذا الشيء هذا كامل، والله ما نسمح لك، ما عمري نسمح لك امام الله، وما نسمح لكش، ما عمري نسمح لك. ديما كندعي فيك، علاش خاص ظلمتيني، خاص حقرتيني، خاص طيحتي من قيمة بطل. هذا راه ماشي شخص، شخص هذا راه بطل، بطل المغرب 16 مرة، وبطل المغرب سنة 2024. ما تيستحقش بصفة نهائية يمشي، بصفة نهائية ما تيستحقش يمشي. واش انا بطل المغرب؟ انجي تحيدني وتدخل واحد اخر؟ راه بمعنى بك صاحبي، ولا هو عنده باسبور احمر عايش في اوروبا، وانا عايش في بلادي في الوطن المغرب. السيد الرئيس راكم خالفتوا القانون،
راه لا يعقل قدام الجميع الناس تحكم، مسؤولين يحكموا، مسؤولين ديال البلاد يحكموا، كيفاش لا يعقل دوبلتي ميزانات اخرين وما دوبلتيش الميزان ديالي سيد الرئيس وما ديتينيش بطولة افريقيا؟ وبلا ما نهضرلك سيد الرئيس في تونس شكون اللي عطاني لاصتو وشكون اللي عطاني الماء؟ بلا ما نسميلك الدولة، بلا ما نسميك سيد الرئيس، خاص بلادي عزيزة عليا. راه حرام يا سيد الرئيس ملي كنمشيو كنصافلو بلا رونجو دو بورش، ما عندنا ماء، ما عندنا لاصتو، ما عندنا طبيب، طبيب هو الاخر، ما عندناش في ليكيب ناسيونال. سيد الرئيس خص مراجعة على هاد الشيء هذا. سيد الرئيس انت راك دكتور بروفيسور، راك خصك تحس بالابطال، كيفاش لا يعقل الماء نمشيو نشربوه في ليكيب ناسيونال هكا، نشربوه من الروبيني واخا ما كنطيحوش من نعمة الله، ولكن حنا كناديو لواحد المنتخب وانت ناديو للجامعة ملكية. سيد الرئيس راه كيخصنا تعطيونا رزقنا وكيخصكم تعطيونا الحقوق ديالنا، الحق ديالي خصني ناخذو، ما كنهضر حتى شي حاجة، ما جيت نسبك، ما جيت نعاير حتى شي واحد، تنهضر قانونيا. إلا ربحتي تجيب ميدالية كتجي في حالتك صافي، الله يعاون العونات، والو صافي، ما كاين استقبالات، ما كاين حتى شي حاجة، ما كاين منحة والو. واحد النهار اخويا نعاود لك على واحد الميداليه جبتها من الكوت ديفوار، جبتها من الكوت ديفوار، جبت ميداليه ذهبيه، جبتها درت ميداليه اوبن انترناسيونال، درت ميداليه ذهبيه، اقسم بالله ما لقينا شي واحد في المطار انا والدري، وبلا ما نسمي لك الدري، وواحد البنت حتى هي مشات معانا، اقسم بالله ما لقيناش واحد في المطار، وما لقيتش باش نركب تنزل الجامعه، ما لقيناهمش والله ما لقيناهم بالله. وبديت طلبت واحد سيكوريتي تما، هو مسكين اللي عطاني باش مشيت. انا خويا فضلت بلادي، حبيت بلادي، حبيت بلادي فضلتها، ولكن اخويا هاد الناس راه كيحقرونا كيظلمونا. واش كيفاش رئيس الجامعة يقطع عليك التليفون؟ كيفاش لا يعقل؟ أو الدري هضر على المنحة سنة 2009، الدري هضر على المنحة ديال سنة 2009 كانت يعطي منا 60000 ريال وهما أعضاء في الجامعة، علاش ما يتحاسبوش عليها؟ علاش أخويا ما يتحاسبوش؟ راه هنا أخويا باش تعرف واحد القضية، هنا باش تعرف راه ربك صاحبي راه هي اللي خدامه. انا با ما سميتوش فلان بالفلان 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 بالفلان، عندنا الله سبحانه وتعالى، وانا خليت الله، الله ياخذ الحق. واخا دابا حسب ان رئيس الجامعه هو اللي خدامك وغتوجه ليه الرساله. رئيس الجامعه ما بغاش يواجهني، لا حسبوها هو دابا قدامك وجه ليه هذه الرساله بحال هو اللي جالس معاك. انا كنقول لك سيادة الرئيس، الى انت كرئيس الجامعه هاد الرسالة كنوجهها لك، أنت كرئيس الجامعة ملكية مغربية للجيدو سي شفيق الكتاني، كنوجهها لك، تنوجه لك هاد الرسالة لك خصوصيا وجاوبني عليها، راك خالفتي القانون وما يخرجش لافريك. عطيني شي قانون تيقول لك لا ما يخرجش لافريك، وأنت مدوبل في ميزانات أخرين، وأنا عندي بارماريس، أنا ما كنهضركش على ميزانات أخرين، الله يسهل على أي واحد، تنهضرك على الميزان ديالي يا سيدي الرئيس. كيفاش واحد بطل المغرب ما يخرجش لافريك؟ شنو بغيتي الرسالة ديالك؟ ما اختصاركش. أنا خويا الرسالة ديالي كنقول أول حاجة، أنا كنتمنى من الله يا ربي تاخذ فيه الحق يا ربي. أنا راني ما مسامحش لهاد السيد كيف ظلمني وكيف حقرني وكيف ضيع عليا مستقبلي، ها هي والله سيد الرئيس معاه إما مسامح لك إلى أمام الله وما غاديش نسامح لك. وأنا كنصلي وكندعي وكنطلب الله وكنصلي وكنطلب الله ليل وصباح وعشية وكل ساعة وكندعي الله ياخذ فيك الحق. علاش؟ خاص ظلمتيني، خاص حقرتيني يا سيد الرئيس، خاص حقرتينا، ظلمتيني
الا كان شي واحد ما قادش يخرج يهضر انا نخرج نهضر على راسي، انا نخرج نهضر على راسي، فهمتيني سيد الرئيس؟ انا كنخلي لك الله سبحانه وتعالى، خاص هو اللي هو فوقك وفوقي، فهمتيني؟ هو اللي كيحكم. انا سيد الرئيس والله ما نسامح لك، اقسم بالله. ها هو شاد عرقده سيد الرئيس، ها والله ما نسمح لك عليه، بالله خاص ظلمتيني، خاص حقرتيني يا سيد الرئيس. ها هي البطوله الوطنيه للشرطه، ها هي اخويا انت، ها هي سنه 2024 بطوله الوطنيه للشرطه افريقيا، ودين واحد خاسر مع واحد اللي ما يستاهلش يربحو. انا خوتي ها شوف انا راني تظلمت. شكون اللي ظلمك؟ اين رئيس؟ رئيس الجامعه، رئيس الجامعه الملكيه ديال الجيدو در در ظلمني، حقرني، تعدى عليا، حقرني، الحق ديالي ما عطاه لياش. واش كيفاش لا يعقل؟ ثلاثه ديال الدابات سنه 2024 هما سيد الرئيس، سيد الرئيس هما راه سنه 2024 ثلاثه الدابات، كيفاش لا يعقل ما كنتش بطولة افريقيا؟ كيفاش انت كرئيس جامعه ثلاثه ديال الدابات بلا ما نهضر لك على 16 مره بطل المغرب ما عمري تخلصت فيها، وثلاثة ديال الدابيات طلعت جبتهم هاد العام، تلفت وطلبت الناس باش يعاونوني باش نديبلاصا لكازا. السيد الرئيس راك كتخالف القانون، راك كتخالف القانون، راك طيحتي الراية، طيحتيها، عطيتي لدولة أخرى ميدالية، دا واحد ما مصنفش، وأنا متريني وقلت لكم ديروا لي معاه المواجهه. وشوف شوف السيد الرئيس، انا تنقول لك والله ما ناخذ حقي، انا ناخذه عند الله. انت ها انتوما خوتي، انتوما انتوما هادشي كامل ما عمري تخلصت فيه، بطوله افريقيا ما عمري تخلصت فيهم، بطوله عربيه ميداليه ذهبيه، انتوما انتوما جوج ميداليات ذهبيه بطوله عربيه انتوما، وما عمري تخلصت في هادشي هذا، ها هو ما عمري شديت فيه درهم. هاد الناس هادو، هاد الناس هادو راه شوف راه تنقول لكم اخوتي، واحد الفساد اللي كبير في هذيك الجامعة الجيدو، جامعة ملكية راه ما ديالك ما ديالي يا سيد الرئيس، سيد الرئيس راه ما ديالك ما ديالي، جامعة ملكية راه ما ديالك ما ديالي. اش نقول لك اخويا، ما خدامش نبيع مطيشة، كنبيع مطيشة بعد مرة تنجيب الليمون، بعد مرة تجيب من هذا المنبر كنشكر قايد مقاطعة مدينة سالا اللي مسكين، شنقول لك؟ لا المقدمين لا مخازيين تيتعزموا، أقسم بالله واحد السيد في مقاطعة الله ما نسميه مسكين بكى بكى من شافني كنبيع وتنشري مطيشة. يعني بطل مغربي 16 مرة ولا كيبيع خضرة؟ كنبيع. أنها تبيع خضرة ولكن من بطل مغربي تولي بائع وتجول. كنبيع مطيشه اخويا، كنبيع مطيشه، رجع اشرف من المدن وشافني كان وصور معايا وشافني كنبيع مطيشه وكنبيع هذاك الشيء. الناس اخويا خرج معايا وتشوفها دابا، هي جايبها انا كنبيعها وتنشريها دابا مطيشه، علاش؟ باش ما نمدش يدي يا اخويا، باش ما نمدش يدي، طيح كرامتي بحال بحال رئيس الجامعه، طيح من كرامتي انا كبطل، حشومه ناس اخرى مساكن كيبكيو كيبكيو، اقسم بالله مسكين كيخليني تنبيع وتنشري والله ما توصلني مسكين. عيب علاش؟ خاصك بقيت فيه تكبطال. وانا من هذا المبربر كنشكر قايد مدينه سالا مقاطعه باب المريصه، شكر لي خاص كبير، وشكر للمخازنين والمقدمين، وتحيه خاصه للامن الوطني والسلطات كامله.